أهلا بكم من جديد. أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ألبا عن نجاحها في إغلاق القسم الأول من التسهيلات المدعومة من قبل وكالة الصادرات الائتمانية والبالغ 700 مليون دولار، وذلك لتمويل محطة الطاقة رقم 5 ونظام التوزيع الكهربائي. وأوضحت ألبا أن هذه التسهيلات تتألف من صادرات ائتمانية بقيمة 310 مليون دولار مضمونة من قبل شركة سيرف بواقع هامش فائدة يبلغ 90 نقطة أساس سنويا على سعر فائدة الاقتراض بين مصارف لندن ليبرو، وصادرات ائتمانية بقيمة 314 مليون دولار بواقع هامش فائدة يبلغ 65 نقطة أساس سنويا على سعر فائدة الاقتراض بين مصارف أوروبا يوروبول. وتبلغ فترة سداد التسهيلات المؤمنة من قبل سيرف 15 عاما، على أن يتم تسديد مبلغ أصل الدين على مدى 12 عاما. جدير بالذكر مشاهدينا أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في خط الصهر السادس في شركة ألبا مطلع عام 2019، حيث سيضيف مشروع خط الصهر السادس للتوسعة عند استكماله ما مقداره 450 ألف طن متري، ما سيرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 1,500,000 طن متري سنوياً، ليجعل من ألبا أكبر مصهر المنيوم في ذي موقع واحد على مستوى العالم. والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشر مشاهدينا مع إغلاقات البورصات الخليجية لهذا اليوم، حيث أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاعات بنسب متفاوتة كما نلاحظ على الشاشة. نبدأ من السوق السعودية التي أغلقت على ارتفاع بنقطة مئوية واحدة تقريبا عند مستوى 7236 نقطة، وشهدت البورصة ارتفاع مؤشر قطاعي العقارات والبنوك. بورصة الكويت أيضا شهدت تداولات قوية على أسهم قطاعي الخدمات المالية والعقارات، وأقفلت على صعود بنسبة تتجاوز 13 نقطة مئوية. على عكس ذلك أغلقت بورصة أبوظبي للأوراق المالية بانخفاض يقارب 13 النقطة المئوية عند مستوى 4397 نقطة بسبب ضعف التداول على أسهم قطاعي الطاقة والعقارات. أما السوق الإماراتية الأخرى فقد أقفلت على ارتفاع بنسبة 14% تقريبا. نتحول إلى سوق العاصمة العمانية مسقط التي تواصل منحنى الصعود وتستمر في المنطقة الخضراء بارتفاع نسبته نصف نقطة مئوية تقريبا. أما بالنسبة إلى بورصة البحرين المشاهدين فقد تراجعت بنسبة 0.14% وأقفلت عند مستوى 1308 نقاط، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,044,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 446,000 دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 69 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة بنسبته 62% من القيمة الإجمالية للأسهم.